بنشوف مصطفى شوبير هو رجل المباراه، لما مصطفى شوبير بيطلع رجل المباراه ده بياكد طبعا، غير تفوق مصطفى شوبير في المباراه بياكد سر المباراه اداء النادي الاهلي، لما يكون حارس المرمى بتاعك هو رجل مباراه، عكس ما بتتكلم عن مهاجم هو رجل مباراه، وسط ملعب رجل مباراه، لعيب سجل، فالنهارده يطلع مصطفى شوبير ده بيدل ان النهارده اداء النادي الاهلي ما كانش في افضل حالاته. صحيح، يعني ده بيدلل ان كان في معانا صوره هنا مصطفى شوبير مبارك له انه كان رجل مباراه الاهلي من بنك الاهلي النهارده. طبعا هي دفعه كبيره جدا لمصطفى، خاصه في الاجواء التنافسيه في افريقيا على طبعا اللقبين، يعني احسن لاعب او احسن حارس. نرجع بنقول ان النهارده تصديات مصطفى شوبير لاكثر من 4 أو 5 تصديات، خاصه في الشوط الاول، هو رجل الشوط الاول بكل تاكيد، ده بيدلل فعلا ان كان البنك الاهلي بيوصل. كان في اكتر من هجمه خطره للبنك الاهلي في الشوط الاول، زي ما قلنا افتقدنا لنص الملعب، افتقدنا للبناء الهجمه بشكل صحيح والطلوع بالكوره، البروجريشن ما كانش واضح، ما كانش فيه اللاعب اللي ينقلنا ليبدا او حتى يبدا من الخط الخلفي للامامي بشكل منظم. الشوط الثاني بدا الريتم يختلف شويه، يعني نزول عمرو السوليه، ما حسيتش ان عمرو السوليه بينزل لتحت او يساعد حتى مع قفشه، او حسيت الادوار داخله في بعضها، الاثنين قريبين، قفشه وعمرو السوليه معظم اوقات المباراه قريبين لبعض يا كابتن اسامه، ما كان المفروض يبقى فيه يعني تنظيم اكتر من كده على مستوى نص الملعب. ولكن الشكل في الشوط الثاني اكاد اقول من الدقيقه 67 للدقيقه 72، يعني تقريبا 5 أو 6 دقائق دول الاهلي مسك كوره، كان في ضغط، كان في تقريبا 3 ركنيات في الخمس دقائق دول، كان في يعني خلق على الاقل تواجد جوه منطقه الجزاء. اكتر من مشهد شفناه النهارده وجود كهرباء لوحده في ال 18، مفيش زياده هجوميه، زياده عدديه جوه ال 18. الاطراف النهارده شويه طبعا مع نزول عمر كمال وطبعا نزول رضا سليم بدأت تاخد شكل مختلف، بدأت التحرك، وانا شفت الاختراقات اكتر من الاطراف من ناحية اليمين، بدأنا ندخل في الهاف سبيس شوية، ولكن الخطورة كانت معدومة، الشراسة الهجومية ما كانتش موجودة بشكل يعني اللي اعتدنا عليه في النادي الاهلي. ولكن يحسب بصراحة النهاردة وقوف لعيبة البنك الاهلي بشكل منظم، شفناها على بيلعبوا تحت الكورة بشكل 4-4-2 مقربين المساحات، يعني كانوا بيلعبوا بس على ان هو يقطعوا الكورة في نص الملعب بالضغط علشان يعملوا التحول، واستغلوها مرتين. ولكن للوقوع البدني اللي شفنا عليه يا النور في بدايه الشوط الثاني كان يعني يمثلوا خطوره علينا في الشوط الثاني. الاهلي كسب الاستحواذ، عايز اقول لحضرتك وصل ل 65% بس في الشوط الثاني مقابل 35%، ولكن صناعه الفرص المحققه كانت للاسف معدومه، الا يعني الفرصتين اللي احنا شفناهم، فرصه كهربا، وفي كذا حاله هنبدا نشوفها مع بعض ونحللها مع بعض ان شاء الله.